اهلا وسهلا ومرحبا. فيديو اليوم هو فيديو جد مهم، هو فيديو لحيلة من حيل الخياطة او حيلة التي سوف تسهل عليك عملية الخياطة. راح نصنع اليوم حامل للدبابيس يكون عملي واحترافي. ايضا نحتاج لهذا الحامل الابرة واي قماش، انا عندي في زوج ديم راح نستعمله، ونحتاج ايضا لهذاك الدائرة هذيك تاع الحامل القديم. هذا هو الشكل اللي تحصلت عليه، درت دائرة عمرتها بالصوف وخيطتها على هذاك الحامل بالإبرة والخيط فقط. ودبابيس كما راكم تشوفوا ثلاثة حوامل ولا ربعة من نيلو هذوك استعملتهم كامل في هذا الحامل الوحيد. وأيضا زدت له طرف من اللاستيك، لاستيك هذاك قصت على المعصم تاعي باه يجيني شوية مزير، كل واحد يقيس على المعصم تاعو. هذا هو الشكل تاعو من الأسفل كما راكم تشوفوا. بلاستيك ايضا جات الخياطه نتاعو فيا، ما كانش فيه تبانش فيه الخياطه كما راكم تشوفوا. وايضا كي تلوحي دبابيس ماهمش راح يخزوك في اليد تاعك، يعني راح يكون جد جد عملي. شوفوا النتيجه نتاعو في اليد كي تكوني تخيطي مباشره، تهزي الدبوس وتستعمليه بدون اي عوائق، بلا ما يروحوا لك، بلا ما تبقاي تحوسي عليهم في كل مكان كما يصرنا كامل. ان شاء الله يكون هذا الفيديو عجبكم. اللي عنده اي سؤال ولا اي اقتراح اقترحوا عليا ان شاء الله في التعليقات.